الجديد بإشراف مديرية أمن الوادي الجديد وجميع قيادات مديرية أمن الوادي التسويقية سعيدة بمشيئة الله تعالى. كيلو اللحمة 85 جنيه، كيلو الفراخ 28 جنيه، ورضا من الحاج أحمد النجار رئيس مجلس إدارة مزارع وادينا على أرض محافظة الوادي الجديد. أهلا ومرحبا بكم معنا شعب الوادي الجديد الكريم. تحيا مصر، مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، مع تحياتي للدعاية والإذاعة بهذه الأسعار